أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ، يقول أبو عبد الله: دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام في الحج في الآذان، ماذا يستفيد منها المسلم في هذه الأيام فضيلة الشيخ في تحقيق التوحيد لله عز وجل؟ يستفيد منها أنه يجيب دعوة إبراهيم عليه السلام، فكل حاج جاء يجيب دعوة إبراهيم في قوله: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولذلك يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية إجابة لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم.